يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا عرف عن رجل أنه يجلس دائما في مكان مخصص في المسجد، يقول إذا عرف عن رجل أنه يجلس في مكان مخصص في المسجد دائما، فهل يجوز لي إذا أتيت قبله أن أجلس في هذا المكان؟ الجواز يجوز، لكن باب مراعاة يعني الخواطر، ولا أن لا يجد عليك بنفسه ما دام أنه يحضر ويأتي، لكن تأخر يتوضأ ولا يجب أنك تراعيه لأجل التأليف بين الناس. نعم.